وصلوا له ولازم يدفعوا الثمن. الكم كل التحيه رفيقات ورفاق ومشاركين وحلفاء، ونزلتوا على الشارع رغم كل الصعوبات رغم كل الخطر من الاصابات بالكورونا. نزلتوا على الشارع وما خيبتوا امال شعبكم وتصميمكم انه تستمروا بتصعيد هالمواجهه على طريق التحرر الوطني والاجتماعي، على طريق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية الجمهورية. هذه الطريق مش هنحيد عنها لأنها جمعت النضال ضد هذا الكيان الصهيوني واللي وراه مع النضال ضد هذا النظام الطائفي والمذهبي وتبعيته وطائفيته واستغلاله للعباد. جيتوا اليوم على الشارع، نحن مشينا سوا، نحن مشينا سوا وحنضلنا سوا مع انتفاضة الشعب اللبناني لنبني مشروع، لنطرح مشروع. اليوم نزلتوا على الشارع وانتوا شاهرين مشروعكم، ومشروعكم واضح هو دولة علمانية، دولة ديمقراطية، دولة للحماية الاجتماعية. هي دولة مقاومة للتطبيع اللي عم يطبلوا له ويزمروا له ويهيئوا له. هي دولة ضد هذا الكيان الصهيوني وضد احتلاله وعدوانه وخطره. نزلتوا على الشارع لتنقلوا لبنان من هالنظام السياسي وتبنوا هالدولة. كيف بدنا نبنيها؟ كيف بدنا نبنيها هالدولة؟ بالاستناد وبالتعاون مع كل اللي هتفوا بالشارع وواجهوا وانقمعوا وتعرضوا للاحتلال والتشريد والجوع والاهانات، لنبني معهم ائتلاف وطني واسع، ائتلاف وطني واسع بديل عن هالمنظومة السياسية يرسي بناء هالدولة ويطلق بديل لسلطة بديلة من خارج هذه المنظومة الحاكمة. سلطة بديلة من خارج هالمنظومة. أول ما لازم تعمل أن تطر رسمي من القوانين الإصلاحية السياسية بمقدمها ينطلقوا من الدستور، من المادة 22 من الدستور، قانون انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، خارج القيد الطائفي، خارج القيد الطائفي والنسبية وعلى مساحة الوطن. جيتوا اليوم تدقوا ناقوس الخطر من مشاريعهم اللي عم بتهدد مصير لبنان وكيانه ووجوده واستقلاله. انتوا اليوم شو عم تساووا؟ اليوم الحزب الشيوعي اللبناني يطلق الموج الثاني من الانتفاضة الشعبية. تطلقوا الموجة الثانية من الانتفاضة الشعبية حتى تصير أكثر نضوج، أكثر جذرية، وأكثر وضوح ومحصنة،
ومحصنة فيكن ومع كل قوى التغيير وبقيادتها وبهويتها الواضحة. هذه هي الانتفاضة، هي انتفاضة وطنية ديمقراطية من كل ساحات لبنان، من بنت جبيل لصور لكفر رمان لك للنبطية لبرجال علي لبعلبك ولبعلبك ولبيروت ولعكار وطرابلس لكل اللي حطيتوا فيها عراكن وشبيكن وصيدة الأبية صيدة معروف سعد صيدة أسامة سعد مع كل قوى التغيير مع لقاء التغيير مع كل القوى الاجتماعية والتحالف الاجتماعي مع كل المجموعات الشبابية اللي عم بتنادي سوا سوا من أجل دولة علمانية من أجل دولة ديمقراطية. مشاريعهن مشاريعهن اللي عم تسمعوا فيها شو عم بتساوي؟ شغلي وحدة عم تشتغل عليها، كيف بدهن يعيدوا انتاج نفسهم من جديد ونظامهم حتى يضلوا مكملين بالنهب وبالسرقة وبالفتن الطائفية والمذهبية ولو كان على حساب لبنان وعلى حساب شعبه وعلى حساب كيانه. هذا الإجرام اللي نحن عم نشوفه اليوم بحق الشعب اللبناني، جيتوا اليوم لتعلنوا مواجهتكن لكل صياغة تقسيم اللي عم تسمعوا فيها، للفدرالي، لدويلات المزارع باسم المناصف المناصفة وباسم المتالدة وباسم المحاصصة وكل صياغ لترسخ وجودهن وترسخ نحبهن وتبعيتهن لأوصيائهم بالخارج. وعم بفقروا اللبنانيين عن سابق تصور وتصميم هذه سياسة الإفقار اللي عم بيمارسوها مع العقوبات الأمريكية حتى يسهل القبض على هالفقراء ويسهل القبض على لبنان وعلى موعه وعلى دوره الوطني. جربتوا لك جربتوا كل شيء في صياغ وهلأ عم ترجعوا تجربوها من جديد من دولة لبنان الكبير للميساء الوطني للطائف لسينكلو لك للدوحة للاتفاق الرئاسي والتسوية الرئاسية. دخلكم شو عملت بهالبلد؟ كل مرة بتجيبولنا تسوية وندفع نحن الثمن وبيدفع لبنان الثمن. ما انتجت هالبلد الا هذا الخراب اللي نحن عم نشوفه. لك اين الاوان؟ اين الاوان لنضرب هالمشاريع ونضرب اصحابها ونحاسبها؟ وانه اين الاوان لننتزع من التجارب ونفتح مسار جديد لأنقاذ هالبلد؟ لللبنانيات بدنا نقلن، لللبنانيين اللي عم يسمعونا ولألكن رفاق ورفيقات وأصدقاء، هذه المظلومة هذه المنظومة كشفت لبنان، كشفت لبنان وكشفت شعبه قدام العالم كله، وأكثر شيء كشفته قدام العدو الصهيوني، قدام العدو الصهيوني اللي ناطر الآونة والوقت المناسب لينقض علينا. ارتكاباتها ارتكاباتها اليوم شو بدنا نسميها؟ لك أقل شيء منسميها هي عدوان مباشر
على كرامة اللبنانيين هي عدوان علينا. اللي عجز العدو الصهيوني ينال من كرامتنا الوطنية هن عملوها من اللي يبي عنه. هذا أسوأ من حرب أهلية، هذا أسوأ من حرب أهلية وأصعب، بالقمع بالاعتقال. لكل واحد بيفتح تمه وبيتظاهر بيقتلوه، وإذا إذا ما قوصوه قتلوه. عم يتظاهر شو عم بيسووا؟ حتى اللقاح، حتى اللقاح المجاني لإنقاذ شعب من الموت لكل اللبنانيين، لك مش عم يعملوه، مش عم بيسووه. اللقاح المجاني السريع لإنقاذ كل اللبنانيين من إصابة الكورونا عم بيتاجروا فيه، عم بيتاجروا فيه بالقطاع الخاص ويسلموه بالدولار. الله طعم خدك 40 دولار وعمولي لهذا وعمولي لهذاك. دولار بيطلع والأسعار أكتر منه، ولا كابيتال كنترول ولا مين جاب خبره. واللائحة إذا بدها نطول ونذكرها بالطول وبالطول. المشكلة ما عاد في دولة. بلشوا عملوا بديل عن هذه الدولة وعن هذه المنظومة. ائتلاف وطني للتغيير، حركة شعبية نقابية مستقلة، لجان شعبية بكل ضيعة وبكل حي وعند كل فقير. جمعوا أصحاب المصلحة وحطوهن بوجهن، لأن ما في مين يعاقب ولا في مين يحاسب. نحنا بدنا نحاسب، نحنا بدنا نحاسب، نحنا نزلنا لنحاسب ونزلنا لنحاكم. وشعارنا فشلتوا، لك فشلتوا، لك ارحلوا، لك ارحلوا عن هالبلد، لك ارحلوا عن هالبلد، وبيكفي مصايب وبيكفي كوارث. انتوا ما عدتوا قادرين تتحكموا بالبلد، انتوا عايشين حتى تعالجوا عجزكن. هذا الهروب من الواقع ما بقى فيكن تكفوا فيه. سقطتوا، لك سقطتوا من عيون الناس، ما بقى في حد شوف صوركن. ومن الاعلام بدنا نقلن ونتمناهم لما تطلعوهن وتفرجونا صورهن على سجل الفن. حاجة تعوضوهن. انتو سقطتوا قانونيا، لكو انتو ساقطين اخلاقيا وساقطين سياسيا وساقطين شعبيا. ساقطين شعبيا، الشاطر منكم ينزل على الشارع، لك الشاطر منكم ينزل على الشارع ويمشي فيه قدام الناس. مستخبيين، اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا. بدنا نطلع من اقتصادكم الريعي. انتوا اللي سهلتوا السطو على المال العام ونهبتوا وسرقتوا العام والخاص. اكلتوا الاخضر واليابس ولما خليتوا شيء. حتى انفجار المرفأ عم بتلفوا وتدوروا وتطلعوا قوانين لتلتفوا على كشف حقيقة انفجار المرفأ. لشو هذا المرفأ؟ لشو هذا الانتفاضة؟ هذا الحزب الشيوعي اللبناني، هذا الحزب الشيوعي اللبناني حيكفي هالمعركة حتى كشف خبايا
تفجير المرفأ ومحاسبة المرتكبين. بظل نظامكم، بظل سلطتكم عم بيصير هالانهيار. وين بدكم تهربوا؟ انتو مسؤولين، انتو مسؤولين، ولازم تتحاسبوا وتتحاكموا. مش فيها السلطة القضائية اللي مرسخ فيها المحسوبية والزبائنية والالتحاء بسلطة قضائية مستقلة كل الاستقلال عن هذه المنظومة لنقدر ننزل فيكم العقاب الشعبي والسياسي المطلوب والقانوني. اللي بدنا نقول لكم اياه، حاجة كفوا مراهنات، لك حاجة راهنوا على التسويات الخارجية. هذه التسويات الخارجية مرة انطروا الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومرة انطروا المفاوضات الأمريكية الإيرانية وشو بيصير بالمنطقة. نحن اليوم عم ندفع الثمن بسياسة الانتظار. هذا الشعب اللبناني عم يدفع الثمن. اتحضروا لأي تسوية بيروح فيها لبنان فرق عملي. نحن بدنا نقول، بدنا نتحضر لنكون حاضرين بالوقت المناسب ونرفع العلم الأحمر، نرفع البطاقة الحمراء لأي تسوية بتحدد مصير لبنان وبيانه واستقلاله ودولته ومشروعه. على هالاساس، هني عم يشتغلوا وبيدعونا للانتظار. وبالوقت زيته هني مش عم ينطوا، نازلين نحب وسرقه ومش عم ينطوا. حولي ما رح يشبعوا ولن يشبعوا ليديروا الصراع ليتحكموا فيه ويديروا باتجاه صراع طائفي مذهبي محصور فيهن، ويعيدوا انتاج نفسهن ويشطبوا كل القوى الديمقراطيه والعلمانيه والانتفاضه الشعبيه. مشان هيك، نحن عم نقول اليوم بدنا ناكد على اطلاق كل التحركات، على توسيعها مع كل قوى التغيير، وبالتدريج وبالتصاعد. لنقول من هلا لشهر هذا الوطن للعمال تسقط، رأس المال. الوطن للعمال تسقط سقط رأس المال. الوطن للعمال تسقط سقط رأس المال. الوطن للعمال على ايد الكادحين، على ايد العمال والمهنيين وكل الموظفين، كل المعلمين والأجراء والمتعاقدين، لكل المتعاقدين والمتقاعدين والمستأجرين، إلى تصعيد المواجهة، إلى تصعيد الانتفاضة. وألف تحية لكم، وصلتن الرسالة. مستمرون، حتى إسقاط منظومة هذا الفساد ونظامها وباتجاه التغيير. وكل تظاهرة وكل مواجهة وانتم بخير وعلى طريق المواجهة وتصعيدها تحت شعار من أجل وطن حر ومن أجل وطن سعيد، دولة علمانية ديمقراطية تؤسس للانفتاح نحو بناء الاشتراكية على الطريقة اللبنانية. وشكرا للعلماء. شيوعي علي يسار، شيوعي وقيامي، شيوعي
موجودين بكل الساحات اللي عم بتطالب بالاداء العادل والمحق في مواجهه المنظومه الماليه الحاكمه. نحن بندعيكم باسم جمعيه اولياء الطلاب في الجامعات الاجنبيه يلي طرحت مفهوم الدولار الطالبي من سنه وعملناه قانون ولم ينفذ، ندعوكم كما ندعو كل قطاعات الشباب في لبنان الى هذه القضيه المحقه. كونوا معنا نهار الثلاثاء 30 آذار 2021 بعد بكره امام مصرف لبنان بالتحرك كل النهار ماراثوني طويل وامام كل المصارف في شارع الحمراء. نحن ناطرينكم نهار الثلاثاء ونطالب كل الساحات الشبابيه تنزل تدعمنا من السابعه صباحا وحتى انتهاء دوام عمل المصارف. نتمنى من كل الشباب يكونوا ومن مختلف الاحزاب ومن مختلف القطاعات الشبابيه ومن مختلف شرائح الشعب.